في تعاون استعرض وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطال عمامرة خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الإفريقي المنعقد بنيامي بالنيجر حول موضوع التصنيع، استعرض تجربة الجزائر في مجال التصنيع داعيا إلى التسريع في عمليات التصنيع في القطاعات الحيوية بإفريقيا. الجلسة الافتتاحية شهدت مداخلات حول بعث التنمية الاقتصادية لمواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية.